بعد فيديو فوائد العيشة في ليشنشتاين والحصول على جنسيتها، جالنا آلاف الرسائل بتسألنا إزاي نروح ليشنشتاين. في الفيديو ده هنوريلكم إزاي أسهل طريقة تدخلوا ليشنشتاين وتفاصيل تانية كتيرة عن الدولة. مرحبا بكم كلكم في زيورخ سويسرا. مدينة زيورخ السويسرية هي أقرب مدينة دولية لليشنشتاين. أي حد يقدر يوصل زيورخ بالطيران من جميع أنحاء العالم. من زيورخ تقدر في أقل من ساعة توصل ليشنشتاين عن طريق القطر، عن طريق الأوتوبيس، العربية أو التاكسي. موضوع سهل جدا، ولكن لو أنتوا احترتوا ومش عارفين توصلوا إزاي، تقدروا تروحوا مكتب خدمة العملاء اللي موجود جوه محطة زيورخ للقطارات، هيقولوا لكم بالظبط تروحوا ازاي، هيحجزوا لكم التذاكر وهيقولوا لكم احسن طريقه واحسن وقت تروحوا ازاي، وكل ده بدون اي رسوم. ده القطر هنا في سويسرا، القطر الداخلي، ودي بحيره زيورخ، بحيره كبيره جدا، بقى يمكن تلت ساعه ماشيين في القطر حواليها داير ما يدور، كلهم بيفرجونا ليها، ولكن بجد يعني شكلها جامد جدا. القطر في أقل من ساعة وصلنا لمدينة سارجانس السويسرية على حدود ليشنشتاين. احنا حاليا في الأراضي السويسرية، دي الحدود السويسرية. لغاية هنا احنا جوه سويسرا، ولكن عايز اوريكم سهولة الحدود هنا في أوروبا. لو سيبنا الحدود السويسرية ومشينا كده هنلاقي العلم السويسري هو النقطة دي، آخر سنتي ما بين سويسرا ودولة جديدة. لو دخلنا كده بقينا نقول لكم مرحبا بكم كلكم في إمارة ليشنشتاين. أغنى دولة في أوروبا، أعلى دخل فرد في العالم، الحد الأدنى للأجور 5500 يورو شهريا، تعليم مجاني، رعاية صحية مجانية، 4% فقط ضرائب، شعب مرفه، والدولة بتتطور مشاريع كتير فبيجيبوا معظم العمالة أجنبية. كل سنة كذا مرة الأمير والأميرة والحيلة الملكة بتاعت ليشنشتاين بتفتح القصر بتاعهم لكل سكان ليشنشتاين، كل الناس اللي معهم الجنسية ليشنشتاينية بيدخلوا جوه ويحيوهم. So three times a year they meet the people. Yes. ده عادي جدا كده انك انت بتروح تقابل الملك و... and it's normal that you know you can talk to the prince and anyone who wants to ask him anything and stuff. It's yes, that's quite normal. Yeah. Then everybody comes in the castle and the family is then there, they shake hands, and when everybody is then in the big ballroom, then the prince the family comes, the prince himself, he comes in the ballroom and then he talks to anybody. Yeah. I also was there once and it was a great experience. Yes. They are very friendly, very kind people. المضحك في الموضوع هنا في ليشنشتاين ان العاصمة مش هي اللي فيها اكتر ناس عايشة. العاصمة اللي تحتينا دي زي ما انتم شايفين لغاية النهر دي فيها 5600 بني ادم عايشين فيها. ولكن المدينة التانية هي مش الاكبر ولكن فيها اكتر ناس ممكنة، هي دي المدينة اللي اسمها الشان. المدينة دي فيها 6000 نسمة، ففي حوالي 400 ل 500 بني آدم أكتر عايشين في المدينة دي عن العاصمة، ودايما بيقولوا إن هم الأقوى والأحسن إن هم عندهم ناس سكان أكتر من عاصمة البلاد. لقينا اتنين من ليشنشتاين. So how do you say Liechtensteinen? You say Liechtensteinen for Liechtenstein. Yeah, but how do you say the citizen? Like you are a citizen from Liechtenstein. So, Lichten, yeah, Lichten. But I'm Egyptian. How you say? Lichtensteiner. Yeah. Lichtensteiner. Yeah. It's a little bit difficult. We are Lichtensteiner. Yeah. Yes. Lichtensteiner. 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 Yeah. Bravo. Oh, yes. That's the way. I have to go for a special education just to say how to say your citizenship. Lichtensteiner. Yeah. Perfect. Can I take the citizenship now? Nearly. في ليشنشتاين أنقى مية في العالم، المية مجانية لكل الشعب، بيتعمل منها مياه إيفيان اللي اللتر منه باتنين يورو. ليشنشتاين عندها واحدة من أنقى المية في العالم، دي مية طالعة من الجبل تشربها كده وعادي.
تم ويشرب انقى ميه في العالم. دي الميه اللي زي في سويسرا كده بيعملوا منها ايفيان بس ببلاش لكل الناس. بحترم البلاد اللي بجد بتقدر شعبها وبتقدر السياح بتوعها وبيعملوا حاجات جديده لشعوبهم عشان خاطر ما يحرمهمش من حاجه. هنا في فادوتس عاصمه ليشنشتاين كلها كل المدينه من اولها لاخرها متغطيه بانترنت مجاني واي فاي لكل الناس ببلاش. عيش حياتك ابلود داونلود تعمل اللي انت عايزه كله ببلاش. حاجه كل اللي عليك تعمله انك انت تدخل هنا على السيتنجز بتاعت موبايلك تدخل على الانترنت هتلاقي في في نتورك اسمها ارليب فادوتس او تقريبا يعني 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 فري فادوتس اللي هي العاصمه وتدخل عليها تدخل خلاص كده. وبعدين تدخل على النت زي ما انت عايز تدخلوا على النت. نت سريع جدا متلود في ثانيه والدنيا بتمشي معاك زي الفل بجد. يعني تحيات للدول اللي بجد غيرت نظامها وخلت ان كل المدينه بتاعتها وكل العاصمه بتاعتها كلها انترنت مجاني. شايفين فرق بين البلاعه والشارع؟ مفيش حتى ملي فوق او ملي تحت. مفيش حاجه انك انت وانت ماشي شايف مفيش حد بيتكعبل. نفس الكلام هنا في صرف الامطار بالملي بالحنتوفة زي ما بيقولوا. مفيش اي حاجة مختلفة ما بين الشارع والاسفلت والبلعات والحاجات اللي هم حاطينها عليها عشان خاطر محدش. لا يمكن ان تحصل ان واحد من الشعب يكون ماشي هنا ويتكعبل في حاجة او يخبط رجله تتكسر او يقع او يحصل له حاجة. ليشنشتاين عندها أقل نسبة حوادث في العالم كله وده لأن الشعب يحترم قواعد المرور بطريقة رائعة. ده اللي خلى أن الحكومة عندهم تعمل صلاحية رخصة القيادة 51 سنة مش محتاجة تجديد. هنا في ليشنشتاين زيها زي دول كتيرة جدا في العالم بيحترموا المرور. يعني لو واحد كده دخل زي قدام العربية أوتوماتيك لازم أن هي هتقفلي زي ما انت شايفين كده لغاية ما عدي. أول ما عدي تبتدي هي تمشي الناحية التانية هتقف لغاية ما برضو عدي وبعدين تمشي. ما ينفعش حتى لو نمت هنا ما ينفعش أن العربية تخبطني. ده بجد حاجة يعني ABC أو حاجة ألف به في احترام المرور في كل دول أوروبا وكل دول العالم تقريبا المحترمه والمتقدمه. ده كل الناس بتقف زي ما شايفين حتى الموتوسيكل كده بيقف يستنى الواحد ما يعدي وبعدين يكمل طريقه. ليشنشتاين هي انظف دوله في اوروبا وده لان الشعب ليشنشتايني بيعشق النظافه. عملوا اختبارات كتيره جدا للشعب ليشنشتايني لقوا ان هو مهما حصل وتحت اي ظروف لا يمكن يرمي منديل كانز اي حاجه بره سله المهملات لان تعليمه كله كان بيعلمه يعني ايه معنى النظافه. لما يكون الشعب مرفه بتشوف حاجات غريبه ما تشوفهاش في حتت تانيه كتيره في العالم. هنا في شوارع ليشنشتاين هنلاقي في كل زباله كل مكان الناس ترمي فيه الزباله. طبعا في طفايه للسجاير مخصوصه عشان خاطر الناس ما ترميش السجاير في الارض وده مش هتحصل. مش هتلاقوا هو المنظر بتاع وسط المدينه. احنا في وسط المدينه مفيش عقب سجاره على الارض. هتلاقي الزباله طبعا عشان الناس ترمي وكياس عشان خاطر الناس اللي عندها كلاب. الناس هنا عشان الرفاهيه الشديده فكل واحد تقريبا عنده كلب. بيقول لك في معدل ان الكلاب في ليشنشتاين اكتر من البني ادمين. ايه ده؟ ده عشان خاطر لما الكلب يعمل تواليت على الارض طبعا ما ينفعش تسيبها. فالكيس ده بتاخده تعمل كده تحط ايدك فيه وتاخد التواليت بتاع الكلب بتاعك وتقفل وتروح رامي في الزباله. الشعوب المرفهه حكومتها بيحط لهم كياس عشان خاطر التواليت بتاع الكلاب بتاعهم. كل واحد بيشيل التواليت بتاع الكلب بعد لما يعمله. انتظرونا في الحلقة الجاية عن ليشنشتاين هنتكلم فيها عن أهم الشغلانات والوظائف اللي ليشنشتاين بتحتاج فيها عمالة أجنبية منهم شغلانات مش محتاجة أصلا تعليم عالي. متنسوش تعملوا فولو على صفحتنا على الفيسبوك حجاجوفيتش
تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على صفحتنا الرسمية على اليوتيوب حجاجوفيتش، وطبعا صفحتي على الانستجرام فيها صور وفيديوهات حصرية مش موجودة في اي حتة تانية. شوفكم على خير بإذن الله في حتة تانية كتيرة جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام. Perfect. Thank you. Pleasure. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée.